عن أكلة من شرق آسيا، السوشي. السوشي انتشر مؤخرا في مصر بشكل كبير جدا، في مطاعم كتيرة جدا بتقدمه، مطاعم متخصصة فيه، لكن كان دايما منتشر في وجه بحري. أول مرة في أسوان يبقى عندنا حد بيقدمه بشكل كبير. لكن الحقيقة النهاردة أنا مش بقدم الأكلة على قد ما بقدم النموذج الشاب اللي معانا. احنا دايما تعودنا يوم الحد إن احنا نقدم نماذج ناجحة، فالنهارده هنخالف القاعده، مش هنجيب نموذج. احنا دايما حيزين طبعا لهاء التأنيث، فدايما نجيب نماذج ناجحه من هاء التأنيث. لكن النهارده هقدم لكم لؤي احمد. لؤي احمد شيف وشاب، وحب ان هو يبقى عنده مشروع الخاص واختار له السوشي، وفعلا بدأ خطوات كبيره جدا في مشروعه، وابتدى الموضوع يتعرف، وابتدى محمد كمان يتعرف عنه ان هو، انا اسفه لؤي، يتعرف عنه ان هو السوشي بتاعه جاي بشكل كبير. اهلا بيك لؤي. اهلا بحضرتك. لؤي انت اصلا شيف، شيف سوشي؟ خريج سياحه وفنادق لا مش يعني، ولا خريج، انت غاوي فكره لا الطبخ؟ غاوي فكرة الموضوع. انا اتعلمت الموضوع في القاهرة وغاويت ان انا اشتغل فيه. اتعلمت كل انواع الاكل ولا اتعلمت السوشي لا بالتحديد؟ السوشي في المطبخ الياباني، السوشي لان منقسم لاقسام، في نودلز وسوشي وحاجات كتيرة موجودة فيه. انت بقالك قد ايه مع السوشي انت وهو صداقه يعني يعني؟ انا بقالي حوالي 6 سنين، 6 سنين. تلات ايه؟ 6 سنين، اتنين اها. تلاتة وتلاتة هنا واتنين في القاهرة. طيب ليه حبيت بالتحديد ان انت تدخل في المجال ده والاكله دي بالذات؟ وانا مش يعني اتعلمت المجال، دخلت مساعد شيف اتعلمت، فحابب اشكر برضو الشيفات اللي هم علموني وخلوني اوصل اللي انا وصلت له دلوقتي. اتعلمت المجال واحدة واحدة، ابتديت معايا الفكرة ان انا عايز ادخل الثقافة دي في اسوان، لان هي مش منتشرة، مش موجودة في اسوان عامة، فحبيت ان انا اجيبها في اسوان بفكرة ان انا افتح حاجة في اسوان خاصة بالسوشي واغير فكرة الناس عن السوشي في اسوان. ما خفتش؟ لا ما خفتش. بس أكل السوشي دي مش أي حد يعرف ياكلها ومش أي حد ما هو يحبها، احنا جايين نغير فكر الأكل عن الأسوانية وممكن لفكرة الناس الأكل يعني نفسه. الشباب ياكلوها كده يعني عشان يجرب حاجة جديدة، بس ممكن ما يكملش. لا الحمد لله احنا بقالنا 2.5 سنين في أسوان دلوقتي. يعني إيه سوشي؟ هو فهمنا احنا بقى عشان عشان الناس نعرف كلها عارفة إن السوشي ده سمك سمك ني. ني، تمام احكي لنا للأسف. بقى أنت. احنا عشان نعرف ايه هو السوشي عايزين نعرف الفكرة بتاعته جات ازاي من بره. اولا السوشي ولا هو الاصل ياباني ولا صيني، في تنازع ما بين الدولتين عشان يقولوا احقية السوشي ان هو ياباني ولا صيني. السوشي انتشر بفكرة عامة في جنوب شرق اسيا اللي هو حاليا فيتنام، كانوا عايزين طريقة يحفظوا بيها الاسماك اللي هي البحرية والكلام ده، فكان بيجيبوا الرز ويحطوا عليه ملح يخللوا الاسماك دي عشان تفضل فترة كبيرة في البتاع، يعني يغلفوا الأسماك يغلفوا بالرز الاسماك. والملح. فكان بياكلوا السمك بس ساعتها، يعني كان بياكلوا هم السمك اللي موجود متغلف في الرز. جات الصين اخذت الفكرة، بدأت تاكل الرز مع السمك نفسه. يعني الأول يستخدم الرز اللي هو ده وسيلة تخزين، وزيلة يتلف بيه السمك السمك عشان بس. يتحفظ، لكن جات بعد كده الصين، تحول من الصين وسيلة حفظ لجزء من الأكلة. ايوه جت اليابان بعد كده طورت منه وخلت فيه اشكال وانواع كتيره. وبعد اليابان دخل امريكا بقى فيه يعني شكل اكتر وحاجات. بعد امريكا جه مصر، بقينا نحط اللمسه بتاعتنا ان احنا دخلنا السوشي المقلي في السوشي عشان الناس تعرف تاكله والكلام ده كله. هو بقاله كام سنة دخل مصر السوشي؟ يعني حوالي 10 سنين او 11 سنه او 10 اكتر سنين كمان، بس. بس هو كان أنواع، ما كانش منتشر الفتره دي، منتشر جدا في مصر. بس هو أنواعه الأصلية ناي اللي هي إيه؟ الانواع الاصليه بتاعت اللي هو السوشي، فعلا سمك ني. اللي هو الساشيمي. الساشيمي ده بيبقى عباره عن سمك تونه او سمك سلمون، بيبقى متقطع قطع زي ما هو، بتاكل زي ما هو قطع، بتاكل مع صويا ووسابي اللي هو الصوص الوسابي ده اللي هو بيحفظ بيمنع اي بكتيريا في الاسماك لان الاسماك دي بتبقى نيه. تمام. جات اليابان برضو اخذت الفكره، عملت منه كذا كذا صنف وكذا نوع، بقى يعملوا يلفوا الاعشاب البحريه بتاعت البحر بالسوشي، عملوا منه الحاجات اللي هي الهوسوماكي اللي هي بتبقى الورق اللي هو الاسود المتعارف الشكل بتاعه اللي بيبقى في الانمي والكلام ده اللي ما عارفينه احنا. ابتدوا هم يطوروا منه يعملوا منه كذا شكل. جت امريكا دخلت في الموضوع، بدأت تعمل منه اشكال يعني والوان، كل بلد كل خدته بلد خدت ابتدت طور، تدخل حتى عليه يعني مدخلات حتى مختلفة. مصر طورت منه برضو عشان الناس برضو تاكله، حتى هنا احنا في اسوان طورنا منه عشان الناس برضو تقدر لأن تاكله هو كمان. مش كل الناس بتقدر لا مش تستسيغ كل طعمه، الناس. يعني أنا واحدة من الناس ما يعني مش ما حبيتش كل أنواعه الحقيقة، اللي هو السوشي الأصلي ما حبيتش كل أنواعه. يعني احنا بنميل شوية للحاجات الحاجات عشان كده احنا لما جينا المستوية. اسوان حبينا نلغي فكرة السوشي اللي هو السمك ني خالص، ويبقى مقتصر على الاجانب بس والناس اللي بتاكله، وشغالين اللي هو السوشي المقلي اللي هو موجود اساسا في القاهرة والسوشي المدخن.
ده غير ان انواع السوشي الاصليه اللي هو سمك التونه والسلمون وغيرها، دي اسماك كلها اسماك غاليه جدا. اه غالية جدا صح. فطبعا عشان كده السوشي غالي. ولا وكمان الاسماك النية دي لازم تتاكل فريش. انا مش فطبعا مقتنع اللي هو مكلفه جدا. مثلا اه حتى مثلا مش مقتنع ان الحاجة دي لازم تبقى جاية من البحر على طول تاكلها. هما كانوا بيعملوا كده، بياخدوا الحاجة من البحر بيحفظوها في البتاع وياكلوها في على طول. المبردات اه وتتاكل عشان يبقى هو طعمها بعد فريش. فكرة الخل والملح والكلام ده ظهرت طبعا التلاجات، بقى في تخزين دلوقتي، ما بقاش بقت أكلة، مش ما بقاش محتاجه ما بقتش فكره اللي هي تخزين، يعني التعليب هي بقت أكلة، والتخزين بقت بالرز والملح تتعمل وكده. وياكلوها على طول. وغاليه، غاليه غالية جدا جدا طبعا. مطاعم السوشي في القاهره ولا في غيرها موجوده في اه اماكن غاليه جدا، جدا. وعشان تدخل هو تاكل عشان سوشي الخامات يعني نفسها بتبقى غالية. هتدفع مبلغ وقدره. احنا هنا انت عملت معادله مختلفه تماما بقى. احكي لي بقى انت عملت ايه. انا حاولت ان انا اجيب الاكله دي في اسوان بنفس الكواليتي بتاعها اللي موجود في القاهره بشويه تظبيطات، يعني ما تاثرش على الاكله نفسها لو حد بياكل في القاهره، وفي نفس الوقت تخلي اللي هو يجرب في اسوان ياكل الحاجه دي، وبنفس الخامات وبنفس المنتجات ونفس وهدفي في الموضوع ده ما كانش هدف ان انا اكسب مكسب مالي، كان هدفي ان انا انشر ثقافه الاكل الياباني في اسوان عامه، والاكل الصيني والحاجات دي، الأكل الياباني والصيني أو الأكل الآسيوي بشكل الاكل عام الاسيوي ولا بشكل. السوشي بالتحديد؟ ما انا عندي في المنيو برضو اللي هو النودلز والحاجات اللي هي الكوري والسويت اند ساور الصيني يعتبر، ففي كذا حاجه فرايد تشيكن وحاجات تانية غير السوشي، أنت كان بس عندك معتمد مطعم اه بتقدم كان فيه عندي الأكلات دي مطعم وبعد كده بس حولته لحاجة حصل شبابية اه تانية بقى؟ هو حصل بس مشكله في الخامات بتاعت السوشي طبعا عشان مشكله الكورونا بقى، اه أيام الدولار الكورونا. والكلام ده كله، فحصل مشكله، فانا فكرت بدل ما اقفل، انا كنت قافل فعلا بس الحمد لله يعني الناس دعمتني عشان حابين الموضوع، ف قررت ان انا اعمل فكره جديده ومختلفه وعجبت الناس اكتر من المطعم نفسه، فكره البايك سوشي. البايك سوشي بنبيع السوشي بالقطعه، فانا واحد ماشي مثلا اخد اوردر كبير من مطعم وممكن السوشي يعجبني او ما يعجبنيش، والاوردر يعني والقطعة سعرها القطعه اقتصادي، السعر 10 جنيه، مش 10 جنيه كلام فاللي هو بسيط اي حد يعني. ماشي في الشارع ممكن يجرب قطعه او قطعتين. وكمان بالنسبه لزبايننا الفكره حلوه في ان المطعم بيبقى محجوم ان هو ياخد رول كامل، يعني انا هاخد رول من نوع هيبقى نوع كامل، لكن في البايك انا ممكن اشكل بالقطعه، هاخد مثلا كومبو، عندنا عرض اسمه الكومبو 12 قطعه، فالمطعم ممكن ياخد 3 انواع بس، في البايك ممكن ياخد 12 صنف على حسب الاصناف اللي هو بتبقى في موجوده. أصناف كتيرة كده، في احكي اصناف لي عن كتير الأصناف. احنا دلوقتي عندنا في اسوان، الاصناف اللي موجوده متعارفه عن السوشي، أنت الوحيد اللي بتبيع سوشي في أسوان مش كده؟ هو يبقى في مطاعم حاليا في في أسوان ابتدى يبقى في ابتدى حاجات ينتشر تظهر. الموضوع، بقى في منافسة يعني، بقى في بقى في روح منافسة. المنافسة. أها، قول لي بقى أنت إيه الأنواع اللي عندك وإيه اختلافها عن السوشي الأصلي؟ هو احنا أول نوع هنبدأ بيه السوشي الأصلي، بس مش بالسلمون الني، بالسلمون المدخن اللي هو السموكد سلمون، عشان برضو الناس ده اسمه النيجيري سوشي، ده أصل السوشي بيبقى سلمون ني، نفس القطعة بنفس الكلام ده كله بيبقى بسلمون ني فريش اللي هو ني. احنا اللي عاملين فوق ده سلمون، اه اللي هي سلمون الشريحة اه الخفيفة دي. اللي هو اللي جوه ده ايه بقى؟ هو رز بس، ده السوشي البدائي اللي هو ابتدوا رز. بيه، اول حاجه ابتدوا بيها دي كانت السوشي البدائي اللي هو كان في الصين، كان ابتدوا يجيبوا الرز ويكوروه زي كده ويحطوا عليه قطعه السمك، يعني يطلعوا السمك ويحطوه عليها وياكلوها زي ما هي كده. طب الرز ده بتعمله ازاي؟ ده رز مسلوق عادي ولا اه بيبقى له رز اضافات؟ مخلوق، هو الاول كان بيعملوا الرز ده كان بيعملوه بملح وحاجات، دلوقتي ابتدوا يعملوه بالخل لانه لقوا الخل اسرع في الحفظ واسرع في ان هو ياكل الحاجه بسرعه، ففي خل اسمه الخل الياباني ده بيبقى مسكر شويه، بيتعمل منه الرز بتسلق وبيتلف بقى بالحاجات اللي موجوده الاعشاب البحريه. تاني نوع معانا ده النوع الأصلي، ده ده النوع الأساس الاصلي، السوشي. بعد كده عندك ابتدوا بقى نوع يعملوا تاني. الحاجات اللي هي بورق النوري، ده حاجه اسمها الهوسو، برضو حاجات من السوشي الاصليه اللي هي بتبقى في اليابان، بتبقى كميه الرز فيه قليله للناس اللي مثلا اللي بتحب الاكل اللي ما بيبقاش فيه رز كتير والحاجات دي. تمام ثواني معلش نرفعها تاني للكاميرا. قول لي اللي حواليها اعشاب بحريه اسمها ورق الاسود ده السوشي اللي هي الورق الاعشاب البحريه البحريه اللي اسمه السوشي اللي المخصص هم للسوشي، المخصص للسوشي، وبعد كده طبقه من الرز. وطبعا ده اسمه الاصل بتاعه اسمه ماكي سوشي، في منه نوعين، نوع اللي هو الصغير ده اسمه هوسو، وفي النوع التاني الكبير منه اللي هو بيبقى فيه كذا حشو من جوه وبيبقى الرز بتاعه اكتر من الرز التاني، ده اسمه ناكي سوشي، دي لفة الأعشاب، بعد كده الرز، وبعد كده اللي جوه ده بتحط إيه؟ بقى سمك سلمون كابوريا جمبري دي الاسماك برضو أسماك. اسماك كلها. تمام، في ابتدت بقى امريكا تعمل بس ده كده أنت كله متساوي.
كله مفيش حاجة متساوي، مفيش نية حاجة اللي يعتبر ني اللي هو الأولاني ده اللي احنا شفناه. الكافيار سوشي، هو ده الكافيار، بيبقى بيعتبر البيض بتاع السمك، فبيعتبر نوع من انواع النية. ده نوع ما بنطلعوش لاي زبون الا الناس اللي بتاكل سوشي في القاهرة او بتاكل سوشي عامة، وبيبقى سبيشال رول ما بيبقاش متاح في عرض الكومبو، ومش بينزل البايك لان بينزل بيبقى غالي طبعا. غالي، فهو ما بيبقاش نفس سعر الاقتصادي بتاعنا. انا لسه عايز اسالك، انت كده بتعمل يعني الاسماك السلمون حتى لو انت بتحط شريحه صغيره او الورق الاعشاب ده، كل الحاجات دي غاليه جدا. الرز مش موجود اصلا يا الرز راجل. حاليا في ازمه كبيره في الرز طب قول لي انت ازاي بتقدر تعمل المعادله والله. دي؟ هو احنا المعادله ابتديت، انا زي ما قلت لحضرتك ان انا مش عايز مكسب في الموضوع قد ما عايز ان انا انشر الاكل ده ايوه، بس وعايز ده ما الناس يمنعش تكسب. انك برضو المشروع فمش يبقى مربح. بنفكر برضو، المطاعم في القاهره ليهم عذرهم ان هم بيبقوا عندهم مثلا الايجار بيبقى عالي الكلام ده كله. احنا اول ما جت مشكله الخامات غليت ولقيت ان الموضوع هيبقى صعب معايا، فكرت الحل البديل ان انا اشتغل اونلاين، من كده كده الناس بقت تطلب خلاص عرفت السوشي، وفكره البايك فكره جديده ومش مكلفه والكلام ده. فانا بطالب بس ان احنا يعني بسعى ان انا اخلي البايك تبقى رسميه عشان ما حدش. انت دلوقتي معاك البايك له رخصة ولا؟ لا لسه بنعمل، بنحاول نعمل. بس هو المفروض يبقى لك رخصة ولك مكان محدد تقف فيه، احنا بنحاول. مظبوط؟ لكن انت دلوقتي بتحاول ان انت بتتحرك بالبايك ايوه طول تمام. الوقت. هو البايك ده عبارة عن ايه، تريسيكل كده مثلا تروسيكل ولا اللي هي ايه؟ العجله التروسيكل، ومعموله بشكل ديكور السوشي والكلام ده، بتعرض عليها مركب زي ده بس بيبقى اكبر، بس بنعرض فيها السوشي بالقطعه، بتبقى يعني سعر لو والله هذا. انا بنبسط جدا بالشباب، يعني ابتدينا نشوفها في اسوان. يمكن احنا تعودنا على المناظر دي في بحري، لكن في اسوان ابتدت هي تشوف كتير عربيات سوشي وتشوكلت حلو. ومشروبات المشروع وقهوه، ويعني بقى في حاجات بقى كتيره في كذا قوي حاجه في منتشره. الشباب ماشيين بيها. اولا هي زي ما انت بتقول ما فيهاش مصاريف بقى، لا ايجار ولا كهرباء ولا ميه ولا ضرايب ولا الكلام ده كله. ثانيا هي في متناول ايد الشباب، يعني الشباب بيلاقيها وماشي على الكورنيش بيلاقيها، في الجنينه بيلاقيها، في مول بيلاقيها، يعني الموضوع بقى اسهل ما كتير. اسهل لينا بالنسبه لان انت مثلا عايز تاجر محل وهيبقى عندك عماله، هيبقى الموضوع صعب ان انت تطلع بنفس السعر. انت برضو مش عايز تغلي السعر عشان تخلي كل الطبقات، يعني حاليا الفتره اللي احنا فيها دي كل الطبقات بتاكل سوشي في اسوان لان القطعه ب 10 جنيه، يعني اي حد ماشي في الشارع هيجرب السوشي. بس بتغطي معاك مصاريفها لا الحمد لله ماشية يعني. ماشي الحمد طب لله. يا رب دايما. هو في انواع تانية طبعا قولي من بقى. السوشي اللي هو انتشر في امريكا بقى، السوشي الامريكي والسوشي اللي في القاهره بقى يعملوا نوع اللي هو ده، شاور دي عليه. خلطة كابوريا. الحشو بتاعه خلاص احنا عرفنا ان في نوعين من السوشي، نوع الرز بيبقى من بره ونوع الورق بيبقى من بره. النوع اللي من بره الورق الرز من بره بيتحط عليه يا اما خلطة توبينج، دي خلطة كابوريا، ده سلمون مدخن مش ني طبعا، هو في منه سلمون ني برضو، دي خلطة تاني برضو واحنا عاملينها دي اكتر طلبا في اسوان. دي ايه، عبارة عن ايه هي الخلطة دي خلطة يا راجل؟ كابوريا، الاتنين خلطة كابوريا بس ده ميكس معين بصوص معين وده صوص تاني. نيجي بقى لأهم حاجة اللي هو السوشي المقلي، ده ده اللي أكثر بيميزك يا طلب. محمد، ده اللي انت ابتكرته، لا مظبوط؟ مش اللي أنا ابتكرته، السوشي المقلي موجود في القاهرة، اللي ابتكرته في السوشي المقلي سوشي الفراخ، اللي هو الفراخ سوشي اللي هو يعني بعد ما الحشو. غليت الفراخ يا محمد. حاليا احنا حتى احنا ما جبناش النهاردة، حاليا احنا موقفين للأسف شغل الفراخ في المنيو عامة سواء نودلز أو سوشي لحد ما تنزل سعرها، لأن سعرها يعني عدى التكلفة طبعا بتاعتها، بقى الكوست بقى بتاعها الكوست عالي. بتاعها عالي جدا. فاحنا موقفينها فتره، واحنا عارفين ان هي اكثر طلبا والناس كلها يعني بتسال عليها، بس حاليا الفتره الجايه ان شاء الله بس هنشغلها. بتعمل ايه بقى في المحمر غير يعني احكي لي ما ايه هو فراخ وايه وايه؟ المحمر بيبقى كله التوبينج من بره واحد، بيبقى واخد طبقه اللي هي البقسماط الياباني اللي هو البانكوك الاصلي، بيبقى بس بقى بتبقى من جوه نفس بتبقى المكونات لا ولا مختلفة؟ المكونات عندنا 4 اصناف، ممكن نرفعها للكاميرا بس عشان نوريها لكم. يعني عندنا ايوه دي بس كده، خليها هي واطي بتبقى شويه. الطبقة ايوه من واحد من بره، بتبقى الطبقة التوبينج نفس الطبقة دي بس اللي هي البقسماط بتاعنا اللي احنا البقسماط كده كده كله بتاعت في المقلي. الميمات. في المقلي كله واحد. بيبقى الحشو اللي من جوه هو بس اللي مختلف، دي كابوريا. في حاجة دي تانية؟ فيها رز برضو مش كده؟ كله رز والورق موجود بس الورق من بره مش نفس البتاع. في حاجة تانية بتبقى الميكس، بتبقى جمبري مع كابوريا الاتنين مع بعض، بس دي بيبقى الورق السوشي من بره واخد بقسماط يعني زيه زي ده. تمام. في حاجة تانية بالجمبري، دي حاجات عاملة زي السي فود المقلي كده يعني صح؟ حاجات مقلية ما بتبقاش، يعني دي اول مرة يجرب سوشي بيجربوا الحاجات اللي هي المقلية، بتبقى حاجة للاطفال او لاي حد اول مرة بيجرب ما بياكل جمبري مقلي. وايه ده اللي في النص؟ اللي في، ايوه ده ايه؟ دي النيجيري سوشي اللي هي، بس النيجيري المقلي
دي يعني عبارة عن ايه يعني؟ زي فكرة اللي هو النيجيري سالمون برضو من السوشي الأصلي اللي هو في اليابان، لأن قطعة الرز والسمك بس احنا السمك مقلي في القاهرة خلوه الجمبري نفسه مقلي، في منه الجمبري اللي هو المسلوق بس برضو مش منزلينه هنا في أسوان. ايه المقلي اللي دي تقصده ده؟ جمبري مقلي ده لفوق، جمبري، جمبري مقلي، جمبري مفروم بس وانت مشكله صوابع، لا ولا دي هو جمبري جمبرية يعني؟ جمبرية مقلية بتبقى اها. مقلية كريسبي، في منها النيجيري ده برضو، في النيجيري الكابوريا، دي اللي هي صوابع كابوريا الكابوريا. مدخنة، اها. وعندنا اللي هو السلم المدخن اللي احنا قلنا عليه النيجيري ده السوشي الاصلي. اول حاجة ابتدوا بيها ان هم يعملوا سوشي، ابتدوا بعد كده يطوروا بقى في الرولات طب والاشكال انت بقى على البايك بتقدم ايه غير القطعة دي؟ بنقدم اللي هو السوشي المقلي والسوشي المدخن فقط. يعني انت المكونات اللي بتقدمها على البايك دلوقتي هي دي السوشي اللي هو المجموعات دي؟ ده المقلي، اها. وكل يوم بنغير الاصناف، وفي اصناف بتبقى ثابته على حسب الطلب، يعني في ناس بتطلب كل يوم الاصناف اللي هي ان هي تثبت كل يوم الاصناف معينه، زي السوشي المقلي مثلا الجمبري ده اساسي كل يوم لازم يبقى موجود على البايك لانه بيطلب كتير. عندنا السلم المدخن ده حاجه قريبه لتيست الرنجه كده، فمعظم الاسوانيه برضو بيحبوه، لان هنا عندنا في اسوان بيحبوا الفسيخ والرنجه والحاجات دي. عندنا ده برضو اللي هو بخلطه كابوريا، ده يعني ده اصعب حاجه دلوقتي ان الخامات بتاعته مش متوفره، فبنحاول ان احنا نطلع منه شوية ونسيب شوية كده يعني عشان الكل بتقدم نودلز مع ال على او البايك احنا برضو؟ حاليا لا، النودلز بتبقى في الاونلاين، احنا شغالين اونلاين بنقدم النودلز، بس احنا حاليا الفترة اللي احنا فيها دي موقفين النودلز لغاية ما الفراخ تنزل عشان ننزل، عشان هي النودلز لازم يتقدم معاها فراخ في فراخ المنيو؟ وجمبري وكابوريا، بس الفترة الجاية احتمال لو الفراخ ما نزلتش هننزل نشغل النودلز الخضار والنودلز جمبري والنودلز كابوريا، وهنوقف برضو ما هي الفراخ برضو أسعار الأسماك ارتفعت يعني، برضو بس مش بنفس الكابوريا الغلوة والجمبري بتاع مش زي مش زي الفراخ، الفراخ الفراخ. يعني الكوست بتاعها عالي حوالي 100 جنيه مرة واحدة. طيب قبل ما ننهي يعني احنا قربنا، كلمني بسرعة عن الصوص الموجود معاك ده، تمام، انت احنا عند معاك كام نوع صوص؟ التلات الصوصات الاصليين للسوشي في اليابان او في الصين، الصويا صوص، طبعا الصويا صوص تمام، دي اللي هي الآسيوي. الوسابي مع الاسماك النية فقط لان هو طعمه لاذع وصعب جدا، حتى انا ما بقدملوش لاي حد هنا الا لما يطلبه. ده قلت لي لان مكوناته فيها مانع للبكتيريا مانع ويعني للبكتيريا هو بتوازن السمك عشان الني. السمك الني، يعني هو ده فايدته مع السمك الني مش اكتر. عندنا الجينجر اللي هو الجنزبيل الياباني، ده جنزبيل متخلل، ده فايدته ان انا ده مثلا طعمه مختلف عن الجنزبيل بتاعنا، ده زي الجنزبيل الاخضر بتاعنا بس مخللينه. الجنزبيل نفسه الفريش بيقطعوه شرايح وبيتخلل بطريقه معينه، ده الفايده بتاعته انه بيفصل ما بين طعم وطعم. انا هاكل جمبري دلوقتي مثلا ده عايز عشان اكل نكهته قطعه تانية، قوية. عايز اكل قطعه تانية مثلا سلمون، فلازم اكل واحده من دي مثلا، هو طعمه صعب شويه بس مش زي الوسابي، فبرضه مش بنقدمه مع اي حاجه. في نيجي بقى احسن صوص عندنا هو صوص السبايسي مايونيز، ده صوص بيبقى مايونيز مع هوت صوص، بيبقى صوص وسط اكتر طلبا في طبعا بما اسوان. ان احنا يعني عارفين طعمه واخدين عليه لا فالناس بتطلبه فمتوسط، اكتر. وده صوص للناس اللي بتحب الشطه، هو في ناس برضو فاكره ان السوشي حراق والكلام ده، سبايسي لا يعني، لا ده الاكل الكوري هو اللي كله سبايسي. لكن السوشي السوشي هو في اصلا الصوصات، السوشي السوشي من طبيعي، غير صوص، اكل طبيعي اللي اصلا بره يعني. في صوص الترياكي ده بيبقى معمول من صوص الصويا بس بيبقى مسكر، الناس اللي بتحب الحاجه المسكره على حد السويت اند ساور. سويت اند ساور ده اللي بيميز اصلا الترياكي برضو اكثر الحاجات الصوص طلبا من الترياكي والسبايسي مانيس. لو دول اكتر انواع. انت بتقدم الصوص حاجه زياده اكسترا مع على القطع البايك بيطلع، ولا؟ على البايك بيتحط على القطعه من فوق، في الاونلاين بيطلع مع الكومبوهات في علب زي كده. واكتر القطع اللي بتطلب عندك ايه؟ احنا لاول مره هنجرب سوشي وانا رايح البايك، هرشح للزبون ان هو يجرب حاجه من المقلي، يا اما الجمبري لو هو بياكل الجمبري، يا اما الكابوريا لو هو بياكل الكابوريا، في ميكس الاتنين مع بعض جمبري وكابوريا، وفي ميكس تاني جمبري مع سلم ومدخن، تمام. انا ليا بقى في عشان ليا في يبتدي الاسماك، ياخد على يبتدي الطعم. ياخد عن الرز والورق والكلام، انا ليا في الاسماك بقى اخش على المدخن غير، لان المدخن احسن من المقلي بكتير، حتى في التيست بيبقى فيه مختلف عن المقلي، ان التيست المقلي بيبقى الزيت والرز بيبقى مغطي شويه عن طعم الحاجه، لكن هنا بيبقى وبيبقى طعم بعيد يعني بيني وبينك، هو طبعا هو شكل مختلف بس هو بعيد تماما عن السوشي ده يعني، اللي قريب مش شويه هو عن ده موضوع السوشي. السوشي يعني. السلمون سلمون اسماك، الحاجات اسماك نية يعني. ولو هيجرب مثلا ملوش في الاسماك، لما بننزل اللي هو السوشي فراخ بس احنا موقفينه للناس اللي ما بتاكلش سي فود، هو اكثر يعني اوردر طلبا في اسوان حاليا، ودي فكره نجحت مننا ان احنا دخلناها في اسوان، كان عن طريق زبونه قالت لنا احنا مش بناكل سي فود عايزين ناكل اسماك. حاجه مختلفه، فاحنا عرضنا الفكره على الجروب ونزلناها، والحمد لله اكثر اختراع يعني نجاحا في من ساعه ما فتحت.
القيمة السوشي الغذائية تلاقي بقى عالية بتاعت السوشي الاوميجا 3 بيقدم في عندك. السلمون الكلام ده كله طبعا. حتى السوشي صحي في ان هو ما بياخدش سكر، ما بياخدش الكلام ده، الكلام ده كله بيبقى في الصوص بره. انا هاكل السوشي حتى السكر مش مضر، بتجيب الخامات بتاعتك منين يعني؟ السلمون من المدخن والحاجات دي، كل الكلام دي ده طبعا كله صعب مش من هتلاقيها هناك القاهرة، ما في فيش حاجة للأسف موجودة في أسوان. وأنا حابب أشكر والدي لأنه أكتر واحد تعب معايا في الموضوع ده، يعني لحد دلوقتي من سنتين هو اللي بيشحل الخامات دي لحد أسوان بتيجي هنا، والحمد لله. يعني بشكر برضو كل الشيفات اللي علمتني، بشكر قرايبي وأصحابي اللي دعموني، بشكر عامة السوشاوية اللي في أسوان اللي هما أكتر داعم لينا وسبورت لينا. شيف لؤي احمد. انا سعيده بيك جدا، مبسوطه بتجربتك، سعيده تمام، ان انت بتحاول ان انت يعني تهندل اللي انت بتحب تعمله على على اكل الزبون او زي ما بيحب زي ما ياكله بيحب الشباب، الزبون. ومن هنا جسر نجاحك. الحمد لله. فرحانه بيك وسعيده جدا. تمام هعرف فين البايك عشان اجي مخصوص عندك. تمام تمام نورتني النهارده، شكرا لوجودك معايا، شكرا لك. وبقدمك نموذج طبعا لكل الشباب، يعني دي حاجه مهمه جدا. أعزائي المشاهدين، بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة. بتمنى يا رب إن أنتم تكونوا استمتعتوا معانا. يوميا على شاشة طيبة في الواحدة ظهرا، حلقات جديدة تجمعنا وأسر جديدة من حياتنا، وهشوفكم الحد الجاي.